أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو، نهى بطلة مسلسل كريستال، الفنانة السورية ليا مباردي التي خلعت ملابسها أمام الكاميرا وتعرف لعمرها وسبب عدم زواجها لغاية الآن ومعلومات أخرى عنها. أهلا بكم. ليا مباردي بطلة مسلسل كريستال هي شخصية فنية مشهورة في العالم العربي، ولعبت أدوارا رائدة في العديد من الأعمال الدرامية والأفلام الناجحة في الوطن العربي. وتظهر الفنانة ليا مباردي من خلال بشخصية الشابة نهى، وتتقمص دور الشخصية بكفاءة وإتقان عالي، مما جعل الجمهور ينجذب لدورها وطريقة تمثيلها. وقد تزايدت أسئلة الجمهور والمتابعين حولها بعد آخر ظهور لها من خلال مسلسل كريستال الذي جمع مجموعة من أشهر الممثلين على الساحة الفنية. وليا مباردي هي ممثلة وفنانة سورية ظهرت لأول مرة في التلفزيون عام 2013 مع دورها في مسلسل الحائرات. ومنذ ذلك الحين مثلت في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة في السينما والتلفزيون السوري، بما في ذلك الفيلم الشعبي فحم أبيض والمواسم اللاحقة من مسلسل باب الحارة. وعلى الرغم من قصر مسيرتها الفنية، إلا أن الفنانة ليا مباردي استطاعت أن تثبت وجودها بين جيل الشباب من خلال موهبتها الفنية. ولم يكن قرار انسحابها من المعهد العالي للفنون المسرحية في السنة الأولى لها تأثيرات سلبية على قدر تأثيراته الجانبية بعد تحقيق شهرة واسعة بدور بهية في مسلسل باب الحارة. وقد ولدت الفنانة السورية ليا مباردي بين عائلة فنية في دمشق عام 91، وتهتم بالفن والإعلام وليس لها مشكلة مع الأضواء والشهرة. وشغفت الفنانة ليا مباردي بالفن منذ نعومة أظافرها، وكانت تعمل على تقليد العديد من الفنانين في صغرها من بينهم الفنانة شادية. والتحقت الفنانة السورية ليا مباردي بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 2011، لكنها لم تدم فيه طويلا لتعلن انسحابها منه بعد دراسة فصل واحد فقط. واتجهت الفنانة ليا مباردي بعدها إلى دراسة الإعلام في دمشق، ونالت شهادتها بعد 4 أعوام من الدراسة فيها. وبدايتها الفنية كانت عبر أدوار صغيرة، شاركت في مسلسل أيام الدراسة 2 عام 2012، بالإضافة لمسلسل حائرات عام 2013. وحققت الفنانة ليا مباردي شهرة واسعة في الوطن العربي بعد مشاركتها في مسلسل باب الحارة على مدار 4 أجزاء بشخصية بهية، التي كانت بالنسبة لها نقلة نوعية على صعيد مسيرتها الفنية. وبعد ذلك اعتذرت الفنانة ليا مباردي على تصوير فيلم الأم السينمائي الذي كان حلم عمرها، وفق تصريحاتها بسبب الظروف الأمنية وضغوطات من عائلتها. الفنانة السورية ليا مباردي لم تتزوج حتى الآن، وأعلنت بأن الزواج بنظرها هو نصيب، وتقوم بالتركيز على عملها في الوقت الحالي. واعترفت الفنانة ليا مباردي في تصريحات صحفية بأن بداية دخولها إلى الوسط الفني وعالم التمثيل كان بسبب جمالها، وعملت حدا على نفسها وأدواتها لكي تثبت قدراتها التمثيلية للمخرجين بعيدا عن الجمال الذي تتمتع به.
وقد أثارت الفنانة ليا مبالدي ضجة كبيرة بسبب جرأتها في إحدى المشاهد الدرامية عندما خلعت ملابسها أمام الكاميرا مقدمة جسدها بدون مقابل، وذلك بعد تعرضها للتحرش من أحد الشباب ولم ينصفها القضاء في ذلك لتشعر بالظلم والعجز أمام المجتمع. وأضافت الفنانة ليا مبالدي بصمة كبيرة في العديد من الأعمال التي شاركت فيها، وأهمها مسلسل مذكرات عشيقة سابقة، ومسلسل في ظروف غامضة، ومسلسل عروس بيروت، ومسلسل حارة المشرقة، ومسلسل طوق البنات الموسم الأول، وغيرها من الأعمال التي حققت نجاحا عظيما. وتملك الفنانة ليا مبالدي حساب رسمي على الانستغرام حيث تشارك من خلاله العديد من الصور لها في أكثر من مكان، بالإضافة إلى صور توثيق أعمالها الفنية الأخيرة التي لاقت نجاحا كبير في الوطن العربي، وصورة لها أثناء قيامها بتقديم عروض الأزياء لأشهر الملابس العالمية. وفي نهاية الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.